أنقذنا يا جلالة الملك، أنقذنا يا جلالة الملك. راه يا جلالة الملك راه حنا كنتوف. إذا مشاهدينا الجزء الثاني من الروبورتاج ديال التجار ديال حي الأمان بعين حدودة اللي كيطالبوا بفتح السوق النموذجي. إذا شاهدوا الروبورتاج الثاني. هذاك السوق النموذجي خاص المسؤولين، أنا ما غاديش نسمي، أنا تنعمم جميع المسؤولين اللي عندهم اليد في استخراج هذاك السوق النموذجي اللي كيتواجد بالقرب من الدرك الملكي. بغيناهم يسرعوا لنا الوتيره لاننا حنا هما الضحيه. انت كتشوف اخويا هنايا عندنا بحال السبت بحال الاثنين بحال الجمعه، لا زبائن لا والو، كاين الكساد هنايا والبعد من الزبائن. حنا كنتوفاو هنايا وعندنا مشكل اخر كيف ما شفتوا في الصوره، الازبال كتراكم علينا، كاينين دراري ديالنا واخوات ديالنا حاطين فرشين تما، حيط بهم الازبال من الجوانب الاربعه. وهذا الشيء ما كيبشرش بالخير ان انسان ذو قيمه ومحتوال كيف يعقل؟ ما يمكنش. وفي مدينه البيئيه الذكيه الايكولوجيه والازبال تحل من الجهات الاربعه، اذا من المسؤول؟ والمشكل الاكبر هو ان ما كاينينش حاويات اللي غيستوعبوا هادوك الازبال. حنا عارفين ان اي منطقه فيها الازبال، ولكن هذا الشيء خاصو يتريكيبيرا ويتقاد باش كل حاجه تحط في لابلاس ديالها. واش هنا ما مستطعوش هذا المجلس ما يستطعش انه يحط لنا حاويات هنايا؟ وميم طو غنبغي نوجه رساله حتى للساكنه، الله يجازيكم بخير، راه كيكونوا الحاويات وتحطوا نتوما في الارض، وهذا عيب وعار، وهذا الشيء ما كيشرفش الساكنه الحروديه الزناتيه. يحطوا لكم حاويات، حطوا فيهم لابوبيل ديالكم ونبينا عليه السلام. لهذا حنا كنطالبوا من المسؤولين بالنسبه للمجلس البلدي يشوفوا ياخذوا بعين الاعتبار هذه البلاصه اللي بالشريط ديال السكه الحديديه، يحطوا لنا حاويات اللي تستوعب هذه الفضلات اللي كتحط كل يوم. اذا من جديد رسالة للمسؤولين بعمالة المحمدية بخصوص سوق النموذجي. الرسالة باش تغير الوضعية ديالكم والحالة الاجتماعية ديالكم. الرسالة اللي نبغي نوصل للسيد العامل والمسؤولين، لا من المجلس البلدي ولا السيد الوالي ولا السيد الوزير، تنبغي نقول لهم بأن حنا راه طال الصبر، راه كيف يعقل أن ممثل صاحب الجلالة يجيب صفة رسمية ويدشن مشروع ويعطي 10 اشهر لاستخراج او لاستكمال السوق، وحنا دابا تنعيشوا 6 سنوات وغاديين في 7 سنوات، اذا كيف يعقل؟ والتلاعب، هذا تلاعب، حنا كنقولوا تلاعب، اذا كيف يمكن ان ممثل صاحب الجلاله بمعنى حنا راه ملي كيجي السيد العامل يدشن واحد المساله راه بحال جا سيدنا نصره الله، راه ما يمكنش الملك غيبقى يجي لكل حاجه يدشنها. تيعطي لك لاكور، عطي لاكور لولاه العمال باش يقوموا بهذه العمليه، ولكن راه كتحسب لسيدنا نصره الله. اذا السؤال السي خالد هو ان كيف يعقل ان عامل صاحب الجلاله على اقليم المحمديه يجي يعطي لاكور لواحد المشروع تنموي في اطار المبادره التنميه البشريه مرصوده ل 1 مليار يجي يدشنو، وكاينين صحف الكترونيه وكاين مسائل كل شيء موثق، وفي الاخير اذا طرحوا السؤال واش هما هاد المسؤولين واش ما عجبهمش هذاك المشروع او لا ما بغاوش يحلوا لكم المشكله ديالكم؟ الا ما عجبهمش المشروع يقولوا لينا، راه ما عجبناش ما عجبتهمش البلاصه، يديروا دي موديفيكاسيون، يجي السيفيو لينا يقولوا لينا ها الخلل فين كاين. حنا دابا بقينا معلقين، سوق نموذجي مغلق وحنا هنا خدامين وسط الازبال والكساد كاين هنايا، حتى شي حد ما كيجي عندنا. اذا هذا الشيء ما غاديش يرضي سيدنا. انا بغيت الرساله توصل لملك البلاد خر، انا ديما تنصيفط وتنهضر في عده منابر، وكنتمنى من الله عز وجل يوفقني على يد محمديه بريس باش هاد الرسالة توصل جلالة الملك نصره الله. يا جلالة الملك راه حنا كنتوفاو بالقرب من السكة الحديدية وما لقيناش اللي ينصفنا. أنقذنا يا جلالة الملك، أنقذنا يا جلالة الملك، راه هاد الشيء اللي كيتمارس علينا راه ما يرضيك لا أنت يا سيدنا ولا حتى شي حد. هاد الشيء راه ما غاديستوعبوش العقل. كيف يعقل السي خالد مشروع ملكي مغلق؟ ما يمكنش. لهذا الرساله اللي نبغي نوصل لجميع المسؤولين، الله يجازيكم بخير،
الا ما جلسوا فيما بينكم وحلوا لينا ذاك السوق النموذجي، لان غير جعب النفع للساكنه الحروديه. والف تحيه للمحمديه بريس اللي كتواكبنا في السراء والضراء. تحيه خويا خالد. عندك مشكله، عندك شكايه، او عندك اي موضوع بغيتي تطرحوا علينا، او اي خبر بغيتي تقولوا لنا، اتصل بنا على 0 0142 94 00.